السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة مصر التعليم الفني وأهلا ومرحبا بكم مع أسرة نحل العسل في القناة طبعا جاي لكم النهاردة بموضوع هام جدا وبيهم كل النحالين في الوقت الحالي في الوقت ده من السنة الموضوع ده موضوع بيبدأ فيه الشغلات نحل العسل بهذا الموضوع ايه هو هو تربيه الملكات تربيه الملكات طبعا في الاول خالص لازم اقول لك ان الحالات اللي بيربي فيها الشغلات الملكات، بيوت الملكات ثلاث حالات عندي اول حاله وهي حاله التطريد واحنا درسنا قبل كده حاله التطريد التطريد دي عرفناها وقلنا عليها في حلقه سابقه ان هي غريزه طبيعيه لتكاثر نحل العسل. ده اول حاله اللي هي حاله التطريد بيقوم فيها النحل بتربيه بيوت ملكات. ايه هو التطريد ده اساسا؟ اساسا الملكه اول ما تلاقي الطائفه بتاعتها مزدحمه، الخليه مزدحمه، مفيش مكان تبيض فيه ومفيش مكان تضع فيه تطلع منه يرقات جديدة فبتضطر انها تاخد من 30 ل 70% من قوة الطائفة وتخرج بره قبل ما بتخرج بره الخلية او بره الطائفة لازم بتأمن ملكة جديدة الشغلات هم اللي بيأمنوا ملكات جديدة طبعا قلنا لكم احنا قبل كده انا بذكركم بالحاجات اللي احنا قلناها ان الشغلات بتضح بتعمل حوالي من 10 ل 13 بيت ملكي أثناء التطريد أثناء التطريد بتعمل من 10 ل 13 بيت ملكي بيكون ليها شكل معين القاعدة بتاعة البيوت بتبقى دائرية وسميكة يبقى دي على طول بقول عليها إن هي الطائفة دي أول ما أشوفها كده أقول عن طائفة هتطرد تاني حاله من الحالات اللي النحل بيبني فيها بيوت ملكات وبيعمل فيها من نفسه بيوت ملكات وهي حاله الاحلال حاله الاحلال يعني ايه حاله الاحلال حاله الاحلال لما الملكه بتكبر في السن او الملكه بتقل بيقل نشاطها بي... بيشعر النحل في هذا الوقت ان الملكه قل انتاجها للبيض وقل انتاجها لماده الملكه فبيحاولوا ان هم يستغنوا عنها بس قبل ما يستغنوا عنها ما بيلاقوهاش بالعنايه بي الكافيه اللي هي كانوا بي بيعتنوا بيها وبيبنوا بيوت ملكات عشان يغيروا الملكه دي يبقى هم اللي بيقوموا بتغيير الملكه بتكون عدد بيوت الملكات في ساعة الإحلال بيكون عدد قليل عن الـ عن العدد اللي هي اللي هم عملوه ساعة التطريد بيكون عددهم حوالي من ثلاثة لأربع بيوت بس ولكن بيكون البيت بيكون كبير حجما عن بيوت اللي هي بيعملوها ساعة التطريد وبيكون لونها أبيض مسفر ثالث حالة من الحالات اللي بيربي فيها اللي بيربي فيها الشغالات الملكه او بيوت الملكات وهي فقد الملكه فقد الملكه ده ممكن الملكه تفقد اما بموت مفاجئ يجيلها او اثناء الفحص ممكن تموت من النحل اساسا فبيلجا النحل لبناء بيوت ملكات حول اليرقات يرقات الشغالات صغيره السن بتسمى دي بيوت طوارئ وبعض النحالين بي... وبعض النحالين بيسموها عنابر دي لغه النحالين عشان يسموها ايه؟ عنابر. طبعا النحال ممكن يستفيد وممكن يرجع عن الخطا اللي هو اخطاه طبعا التلات حالات دول اللي انا قلت عليهم التطريد والاحلال وفقد الملكه دي عيب من عيوب النحال نفسه، المفروض ما يخليش النحل يطرد، المفروض ما يخليش الملكه لحد ما تكبر في السن او يقل نشاطها المفروض هو اللي يغيرها المفروض عندما بتفقد الملكه المفروض ان هو اللي يعمل بيوت ملكيه او يعمل تربيه ملكات او يجيب ملكه غيرها طب ممكن النحل او ممكن النحال يستفيد ببيوت الملكات دي ممكن يستفيد ببيوت الملكات ديت ويصلح خطاه ان هو اول حاجه يقفص على بيوت الملكات بوسط قفص نصف الكره وبيسيبها في خليتها لحد ما بتخرج منها عذاره بعد كده بيدخلها على الطوائف اللي محتاجه ملكات، دي حاجه، حاجه تانية ممكن ان هو يقسم الخليه المحتويه على بيوت ملكات لنويات بيحتوي كل قرص على بيوت ملكات دي بيستخدمها بعد كده بتلقح بعد كده الملكات ديت وبتبقى ملكات عنده كبيره. ثالث حاجه ممكن يضيف اقراص الى بيوت ملكات بعد ما بيزيل النحل منها بيمسك القرص اللي هو عليه بيوت ملكات بينفض النحل منه وبيحطه في خليه تكون محتاجه بيوت ملكات او محتاجه ملكه ما فيهاش ملكه ما يقدرش يحطها يحط البرواز دوت بالنحل بتاعه عشان ما يحصلش عراق بين آه النحل الجديد والنحل القديم. دي حاجة، حاجة تانية بتبص تلاقي إن بيوت الملكات دي اللي بتبنى بشكل عشوائي كده وبتبنى بشكل تلقائي دي بيكون آه بتطلع ملكات لا يمكن الاعتماد عليها، بيكون كفاءتها أقل من الملكات اللي هي الأصلية. يبقى دي الحالات اللي بيربي فيها النحل الملكات أو بيوت الملكات. بيجي لك سؤال في الامتحان بيقول لك ما هي الحالات التي يربي فيها النحل ملكات يبقى تقول له ثلاث حالات اول واحده الاحلال اول واحده التطريد وبعد كده الاحلال وبعد كده فقد الملكه يبقى دول الثلاث حالات طيب هتكلم بعد كده على طرق انتاج الملكات بواسطه الانسان ووسط النحالين دي طبعا من قديم من زمان قوي وفي علماء كتير وفي باحثين كتير اكتشفوا طرق، الطرق دي طبعا هقول لك مش ثابته لان شغل النحل في ثوابت وفي اساسيات، الاساسيات اللي هقول لك عليها اللي هي درسناها اللي هي الملكه بيبقى دوره حياتها 15 يوم، يبقى دي من الاساسيات. اما اختلاف طرق التربيه بتاعه الملكات دي غير ثابتة لان يعني ممكن طريقة تنفع معايا ما تنفعش مع حد تاني يبقى مش هقول مش واحد نحال لازم تربي ملكات بالطريقة كذا لا ما ينفعش يبقى ملهاش ثوابت يبقى العمليات النحلية ملهاش ثوابت ممكن ظاهرة تحصل عندي في المنحل ما, تز... ما تحصلش عند غيري يبقى دي مش ثوابت ولكن الاساسيات اللي بقولك عليها الاساسيات عمر الملكة بيبقى 15 يوم لحد من اول بتبقى بيضه لحد ما تبقى ملكه عمر البيضه بتلات ايام لحد ما تفقس يبقى دي كلها اساسيات اليرقه بتبقى تلات ايام يبقى دي اساسيات عشان نبقى متفقين طيب الطرق اللي هي طرق انتاج الملكات باعداد محدوده اول طريقه اسمها طريقه تونسيت تاني طريقه طريقه بروك تالت طريقه طريقه الي رابع طريقه طريقه ميلر في طرق تاني كتير جدا ولكن انا بركز لك النهارده على الطريقه اللي هي اللي مشهوره شويه اللي هي طريقه ميلر وطريقه ميلر ديت اعتبرناها تعديل للطرق الثلاثه اللي قبل كده اللي هي تونسيد وبروك والي ازاي عمل فيها ايه ميلر ده ميلر ده جاب فرخ شمع اساس واحنا عارفين الاساس الشمعي طبعا وقطعه لمثلثات من اربع لخمس مثلثات ثبت المثلثات دي اللي هي بتاعت الاساس الشمعي ثبت ثبتها في قمه اطار بتاع برواز ثبتها في قمه الاطار وبعد كده حطها في الخليه الام عندما اقول لك خلينا متفقين عند ما اقول لك خليه ام يبقى موجود فيها ملكه عندما اقول لك خليه ام يبقى موجود فيها ملكه عندما اقول لك خليه تربيه يبقى دي مش موجود فيها ملكه يبقى انا يتمت الخليه دي او يتمت الطائفه دي عشان استفيد من حاجه هقول لك عليها دلوقتي في تربيه الملكات يبقى قطع برواز الشمع لاربع خمس مثلثات اهو بالشكل ده كده شايفها اهو وبعد كده ثبت المثلثات دي على قمة الإطار من فوق ونزل الإطار في الخلية الأم الخلية الأم دي بتكون خلية قوية خلية قوية يعني فيها عدد شغالات كتير فقامت الشغالات بمط الشمع أو شمع الأساس اللي هو محطوط ده أول ما تمط الشمع ده الملكة باضت في العيون السداسية لما باضت في العيون السداسية طلع البلواز اللي هو كده اللي هي بايضة فيه وحطه في خلية في خلية تربية حطه في طائفة تربية طائفة التربية ديت زي ما قلت لك بتبقى يتيمة، يتيمة يعني ما فيهاش ملكة ولكن بختار أنا طائفة بتكون قوية بفيها شغالات فيها عدد شغالات كتير أول ما حسوا إن مفيش ملكة معاهم ولقوا إن في برواز في بيض فاستنوا لحد ما فاقس البيض، احنا قلنا البيض البيض بعد ثلاثة أيام. استنوا أول ما فاقس البيض عملوا بيوت ملكات على الأطراف بتاع المثلثات اللي هي اللي هي ملتصقة في قمة الإطار. عملوا بيوت الملكات دي كده بالطريقة دي اللي أنت شايفها. وكده اصبحت عنده بيوت ملكات وبياخد بيوت الملكات ديت اللي هي موجوده في الاطار ده وبيقطعها وبتدخل بيتم ادخالها في الخلايا اللي محتاجه وفي الطريقه دي بينتج لي من 15 ل 20 بيت ملكي يبقى هي دي طريقه ايه؟ طريقه ميلر. بعد كده لقوا ان طريقه ميلر دي بتنتج ملكات قليله فعملوا ايه؟ عملوا انتاج الملكات تجاريا انتاج الملكات تجاريا عشان ان هو يبيع ملكات عشان ان هو يبقى عنده عدد كبير من الملكات مميزات الطريقه دي ايه؟ مميزات الطريقه دي ان اتحكم اللي هي دوليتل او طريقه الكؤوس يبقى طريقه الكؤوس اول ما اقول طريقه الكؤوس يبقى كده في كؤوس شمعيه هتتعمل بالطريقه دي انا اللي هعملها بنفسي كؤوس شمعيه زي بالضبط قاعده البيوت الملكيه اتحكم من مزايا الطريقه دي التحكم في انتاج ملكات ذات صفات وراثيه منتخبه انا بشوف الصفه الوراثيه اللي انا عاوزها وبنتج من الملكه ديت ملكات منها انتاج عدد كبير من بيوت الملكات بتبقى من خليه واحده توفير الكو... الف... توفير الكثير من جهد النحل وبخليه بوجه النحل دوت لانتاج العسل يبقى هي دي طريقه ميلر بتعتمد الطريقه دي على ايه بقى؟ بتعتمد على عمل كؤوس بيوت الملكات من شمع نحل نقي طب شمع النحل ده هجيبه منين؟ هجيبه من الزوايد اللي هي بتتعمل في الخلايا لان الشمع ده بيبقى انقى انواع الشمع وبعد كده بعد ما بعمل كؤوس الكؤوس الكؤوس, الكؤوس بتاعه الملكات الكؤوس الشمعيه بنقل فيها يرقات الشغلات خلي بالك يبقى انا كده محتاج ايه محتاج شمع نقي محتاج يرقات للشغلات حديثه الفقس طب ممكن تكون كبيره لا حديثه حديثة يعني عمرها لا يتراوح ما يزيدش من 24 ل 36 ساعة يبقى البيضة أول ما بتفقس من 24 ل 36 ساعة دي اليرقات اللي بتطلع هي دي اللي بتستخدمها في التطعيم وطالما بقول تطعيم يبقى أنا عاوز إبر التطعيم وطالما إن أنا هلزقها على على الإطار يبقى أنا عاوز حمام مائي أعمل فيه اعمل اسيح فيه الشمع او اصهر فيه الشمع بعد عشر ايام بنقل الخلية دي او الاطار دوت في الخلية اللي هي بتاعة التربية وبعد عشر ايام بتطلع لي بيوت ملكات نشوف الطريقة كده بالتفصيل اول حاجة الادوات المستخدمة في طريقة دوليتل شمع خام زي ما قلت لك اقلام كؤوس شمعية دي بتكون اقلام خشبيه بيكون طولها 3 مللي وقطرها 3 على 8 مللي 3 بوصه اسف وطولها وقطرها 3 على 8 من البوصه ابر تطعيم سدابات خشبيه اطارات خشبيه ماء وماء بصابون ومصدر للطاقه واقفاص نصف كره طيب مراحل طريقه دوليتلي بقى ايه اول ما بيعمل انا قلت لك هو بيستخدم التطعيم بيستخدم ايه بيستخدم تطعيم تطعيم يبقى انا عاوز يرقات المراحل اول حاجة اعداد يرقات التطعيم بيجيب الرجل المربي ده بيجيب قرص آه شمعي نظيف بيكون منتظم العيون السداسية وبحطه بيحطه في خلية في طائفة قوية اللي هي طائفه التربيه وطالما قلت طائفه التربيه يبقى الملكه بتاعتها ايه الملكه بتاعتها موجوده اول ما بيتحط كرس شمعي طب ليه يتحط قرص سم... شمعي نظيف زي ما قلت لك منتظم العيون السداسيه لان الملكه بتفضل ان هي تبيض في الاقراص الشمعيه النظيفه منتظمه العيون السداسيه بيتحط بين اقراص حضنه ب... اليوم الثاني بتلاقيه امتلا بالبيض بيتاخد بعد ما امتلأ بالبيض وبيتحط فيه خلية الحاضنة الخلية الحاضنة دي بتكون خلية يتيمة بتحسس الملكة بتكون بتخرج اه ال... بتخرج ال... ال... اليرقات الصغيرة السن دي اللي بتستعملها في التطعيم اليرقات اللي بستعملها للتطعيم زي ما قلت لك بيكون عمرها من 24 ل 36 يوم ده خلي بالك عمر اليرقات لما قلت لك ان الغذاء الملكي اليرقات اللي هي من عمر 18 ل 24 ساعه انا قلت يوم لا هي ساعه من 24 ل 36 ساعه. تاني حاجه بقى انا قلت لك ان هو بعمل الكؤوس الشمعيه. طريقه عمل الكؤوس الشمعيه بعمل الكؤوس الشمعيه ازاي؟ بستخدم فيها طالما قلت كؤوس شمعيه يبقى بستخدم فيها شمع خام نقي بستخدم فيها اقلام كؤوس بستخدم فيها ماء وصابون بستخدم فيها موقد عشان اثر عليه الشم اول حاجه بتجيب القلم اللي هو الخشب اللي قلت لك عليه اللي هو طوله 3 بوصه وقطره 3 على 8 من البوصه بجيبه وبحطه في الميه وبيتم هز هذا القلم عشان تنزل اي قطرات متبقية من المية عليه وبعد كده بيتحط في مية بصابون وبعد كده بيتهز ما هزة تاني عشان تنزل القطرات المتعلقة برضو على هذا القلم وبيتحط في الشمع المنصهر اول ما تحط في الشمع المنصهر بيقعد شوية في الشمع المنصهر حسب السمك اللي انا عاوزه وبعد كده بطلع القلم ده بعرضه للهواء او بحطه في مية باردة اتحط في مية باردة جمد الشمع على القلم الخشب اول ما جمد الشمع على القلم الخشب بتحريكه حركة دائرية بسيطة مع جذبه للخارج بيطلع لي كأس اللي هو الكأس الشمعي اللي هو يعتبر القاعدة من قواعد البيوت الملكية بكرر العملية دي مرة تاني ومرة تالتة لحد ما بعمل كذا كأس شمعي جه دوليتل ده قال طب انا بدل ما اقعد اخد جهد كبير جدا في عمل كل كأس على حدة طب ده انا هعمل سدابة بيكون مثبت عليها من 15 ل 16 قلم دي سموها مسطرة الكؤوس الشمعية سموها ايه مسطرة عمل الكؤوس الشمعية بتغمر مرة واحدة بنفس الطريقة اللي هي بتاعة القلم اللي احنا شفناها بتغمر مرة واحدة في المية وبعد كده المية بصبور وبعد كده في الشمع وبعد كده بتطلع بتنزع منه الكؤوس الشمعية. طيب بعد كده المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اثبت الكؤوس الشمعية على سدابة واحطها في الاطار. طب ثبتها على سدابة وحطيتها في الاطار الخشبي. الاطار ده او السدابه دي هتشيل من 15 ل 16 كاس شمعي بعد كده هعمل فيهم ايه دول هنزلهم في خليه الخليه دي هتكون خليه البدايه عندي بضع الكؤوس الشمعيه في خليه يتيمه خليه ما فيهاش ملكه يبقى احنا عارفين المصطلحات خليه يتيمه يعني ما فيهاش ايه ما فيهاش ملكه بسيبها لمده ساعتين في الساعتين دول بيعمل ايه؟ الشغلات بتحس ساعتها ان ما عندهاش ملكة وبتشوف كؤوس البيوت الشم... كؤوس كو... البيوت الملكية دي فبتقول اه بس ده بيوت ملكية يبقى بتفضل بتقعد تلمع البيوت الملكية وبتفرز عليها الفرمون بتاع الشغلات اللي بيخلي الشغلات بعد كده تقبل اليرقات اللي موجودة فيها يبقى شفت هي جايه ازاي جايه ان انا بنزل الكورس اللي هو دوليتل ده اللي هو اتملى كؤوس شمعيه اللي انا اللي أنا ثبتت عليه الكؤوس الشمعيه نزلته في خليه او في طائفه يتيمه فيها شغلات كتير فيها شغلات صغيره السن كتير فاللي بيحصل ايه اللي بيحصل ان هو بينظف وبيلمع الكؤوس الشمعيه دي وبيحسس الشغالات بعد كده اللي انا لما اطعم بيحسسهم ان دي بيوت ملكيه النحل بنيها ثالث خطوه او بعد كده بتنقل يرقات لكؤوس التطعيم طبعا بقول لك تنقل يرقات لكؤوس التطعيم يبقى انا عاوز ايه يبقى انا عاوز ابره إيه؟ التطعيم طب انقل يرقات منين فاكر في الخطوه الاولى خالص قلتلك لك ان اتحط برواز شمع نظيف ومنتظم العيون السداسيه في الخليه الام عشان تبيض فيه وبعد كده بعد ما باضت فيه خدته وحطيته في خليه حاضنه لحد ما فقس البيض ده وقعد من يومين لثلاث ايام البيض قعد من يومين لثلاث ايام لحد ما فقس وبعد كده خدت البرواز دوت اللي فيه يرقات صغيره السن عمرها لا ي... لا يتعدى 24 ل 36 ساعه خدته وهو ده اللي هطعم بيه طلعت انا البرواز اللي انا حطيته عشان النحل يدهنه والنحل يلمعه وخدته بعد كده جبت ابره التطعيم حطيت في كل كاس يرقه شغاله صغيره السن من القرص اللي انا طلعته من الاول اللي انا عملته في الاول خالص طب بحطه كده جاف هو أحسن ما بيتحط جاف بيتحط بطر... بيتحط مبتل، اليرقة بتتحط مبتلة، يعني إيه مبتلة؟ يعني الكاس الشمعي اللي هو موجود معايا الكاس الشمعي اللي موجود معايا اللي أنا هحط فيه اليرقة ده لازم يكون مبتل، يبقى أحسن يكون مبتل يعني، طب مبتل بإيه؟ مبتل بغذا الملكات، غذا الملكات اللي هو مخفف بالماء، بجيب غذا ملكات علبة مثلاً 5 جرام واضيف عليها حوالي واحد سنتي ماء طب اي ميه؟ لا مش اي ميه عشان يبقى احسن لك يبقى ماء مقطر ماء مقطر طب الماء العادي ما ينفعش؟ لا ما ينفعش ليه؟ لان الماء العادي ممكن يكون فيه املاح معدنيه الاملاح دي ممكن تتفاعل مع غذاء الملكات يبقى احسن لي ان انا اخفف غذاء الملكات بماء ايه؟ بماء مقطر وبيتم التطعيم بواسطه ابره التطعيم ابره التطعيم دي في منها طرفين طرف الاول لنقل اليرقات وغذاء الملكات وطرف الثاني لنقل البيض انا دلوقتي مش هنقول بيض انا هنقول ايه هنقول يرقات بعد ما تم نقل اليرقات بعمل بثبت الك... وثبت الكؤوس في السدابات ونقلت اليرقات تم وضع الاطار الاطار اللي انا طعمته ده حطيته في خليه او في طائفه بتكون يتيمه طائفه يتيمه ليه؟ طائفه يتيمه عشان تشتغل على اليرقات دي بفتح الطائفه دي بعد ساعتين او ثلاث ساعات اذا كان اليرقات موجوده سليمه طب اعرف انها موجوده سليمه ازاي الشغلات صغيره السن اللي موجوده في الطائفه عشان كده قلت لك ايه قلت لك شغلات صغيره السن الشغلات صغيره السن اللي هي موجوده في الطائفه بتفرز على الكؤوس اللي انا طعمتها دي بتفرز عليها غذا ملكات فانت تلاقي في غذا ملكات حول اليرقه المطعومه اليرقه اللي ما عليهاش غذاء ملكات وتلاقيها نشفت يبقى اعرف ان دي فشلت. طب بعد ما فشلت تعمل ايه؟ تاخدها تعمل لها اعاده تطعيم يبقى تحط لها يرقه غيرها. يبقى دي النحالين بيسموها ايه؟ بيسموها عمليه ترقيع. النحالين بيسموها عمليه ترقيع. اهو. بيتم فصل البيوت الملكيه بعد عشر ايام. زي ما انت شايف بتفصل طب عشرة ايام ليه بقى لان اول في الاول خالص البيضة فقست بعد ثلاثة ايام وبعد كده قعدت يوم تاني على ما تم التطعيم قعدت عشرة ايام في الخلية الحاضنة وبعد كده بقت في بيوت ملكية جاهزة ممكن ان هي تقفص تاخدها وتقفص عليها بالاقفاص نصف الكره زي اللي انت شايفها في الصوره دي واما بتبيعها كعذاره او بيتم التقفيص عليها ادخالها اه اه في اه الخلايا اللي محتاجها او بتدخلها في قفص بنتون اللي هو قفص تسفير الملكات اهو اديك شايف ده شكل اليرقه ده شكل اليرقه ده شكل العذره ده عنده خروج الملكات من البيت الملكي بص بتخرج ازاي من البيت الملكي اهي خروج ملكات من بيت الملكي باخدها وبقفص عليها وبستعملها في الخلايا اللي محتاجاها او بحطها في قفص بنتون للتسفير دي اقفاص نصف الكره اللي قلت لك عليها خلي بالك اقفاص نصف الكره لازم تكون موجود تحتها عسل طيب العوامل بقى اللي بتتحكم في نجاح التربيه ايه في عوامل بتتحكم في نجاح التربيه بتاعه طريقه الكؤوس اللي هي دوليت اول حاجه وجود يرقات صغيره السن من 24 ل 36 ساعه بدون اليرقات انت هتطعم ايه يبقى لازم قلت لك انت بتطعم باليرقات اللي هي من 24 عمرها من 24 ل 36 ساعه. لازم يوجد الغذاء كافي باستمرار داخل الخليه. توافر عدد كافي من اقراص الحضنه على وشك الفقس. توافر الخبره والصبر في عمليه التطعيم، عمليه التطعيم دي مش سهله، عمليه التطعيم دي بتبقى عاوزه خبره. وجود عدد كافي من الطوائف القويه اللي هي انت هتحط فيها البرواز اللي هي طوائف التربيه اللي قلت لك عليها طائفه التربيه او طائفه او الطائفه الحاضنه. التيقن من عدم وجود امهات كاذبه في طوائف التربيه. اليقظه في عدم تسرب اي ملكه عذراء لطوائف التربيه، طب لو تسربت ملكه عذراء لطوائف التربيه ايه اللي هيحصل؟ طالما في بيوت ملكيه وفي عذراء دخلت هتفتح لك كل البيوت يبقى باظت التربيه اللي انت عملها اللي انت عملتها طب الطوائف بقى المستعمله للتربيه ايه صفاتها صفاتها ان لازم يكون النحل ميال لتربيه الحضنه في بدايه الموسم بعرف لان انا قلت لك دلوقتي الموسم بدا من حوالي مثلا 15 يوم القدره على تحمل الظروف الجويه المختلفه تماثل الشغالات في اللون عشان تبقى الملكة نقية وراثيا هدوء الشغالات وثباتها على الأقراص عشان تشتغل معاك كويس كل تلمل التطريد لأن ممكن تلاقي بيوت ملكات موجودة يبقى تحس إن فيش ملكة يبقى تقول ده تطريد يبقى ممكن إن هم يطردوا يبقى أنت ضاعت عليك الطائفة اللي أنت شغال عليها الانتظام في بناء الاقراص الشمعية وبتكون الطوائف دي مقاومة للامراض في عندي طريقة تاني وهي طريقة جينتر لتربية الملكات طبعا جهاز جينتر ده لازم تكون عارف ان هو ليه مميزات اول مميزاته ان هو ما بيحتاجش لخبرة كبيرة في نقل اليرقات لإن أنا مش هنقل بيه يرقات، يبقى جهاز جنتر ده مش هنقل يرقات. استبعاد عملية التطعيم. التطعيم اللي هي الصعبة اللي أنا بقول لك عليها، عملية صعبة وعملية آه لازم تبقى دقيق فيها. جنتر ده ما بستخدمش تطعيم خالص. إنتاج عدد كبير من الكؤوس الشمعية. نسبة النجاح في جنتر في طريقة جينتر بتصل لمية في المية جينتر ده جهاز عمله شركة همان الألمانية طيب وصف الجهاز زي ما انت شايف هتبص تلاقي ان هو وحدة جينتر دي ده مخطط جانبي ليه بيتكون من صندوق بلاستيكي بيتكون من حوافظ بلاستيكية الحافظة البلاستيكية الواحدة دي بستعملها كقاع شمعي للعين السداسيه كؤوس كؤوس بلاستيكيه قواعد بلاستيكيه اديك شايف اهو دي القاعده البلاستيكيه واقفاص تفريخ ملكات ومكعبات خشبيه يبقى ده جهاز جنتر اللي هو بيتكون من الحافظه والكاس البلاستيكي والقاعده وحامل الحوافظ نفسه وهقول لك ازاي طريقه عمله في الاول خالص جهاز جهاز جنتر ده ده مخطط خلي بالك جانبي هوريك شكله شكله هو ده جهاز جنتر اللي هو بربي فيه الملكات بيتم تثبيت جنتر ده جهاز جنتر ده اللي هو الكرسي بتاع التربيه بيتم تثبيته في منتصف برواز الشمع وبثبته كويس ادي مميزات طريق جنتر اللي قلت لك عليها تثبيت القرص ده بتثبت القرص بالطريقه دي في منتصف في منتصف قرص الشمع طيب طريقه التربيه بقى بتاعته بتعمل ايه اول حاجه بتجيب فرخ شمع اساس احنا عارفين طبعا اساس الشمعي ايه هو الاساس الشمعي هو فرخ شمع نحل نقي مطبوع عليه من الجهتين قواعد حوائط العيون السداسية يبقى من الناحيتين بتاع فرخ الشمع ده مطبوع شكل القواعد بتاعة العيون السداسية اول حاجة بعملها ان هو ليه جهتين ومن الجهتين مطبوع عليه عيون سداسية اول جهة باجي وادهنها بالعسل الجهة الاخرى ما بدهنهاش بجيب الحافظه اللي هي البلاستيكيه بضغط عليها من الجنب بالفتحه الضيقه على شكل العين السداسيه اللي هو على الجزء اللي مش مدهون بالعسل فبيطلع لي بتنفصل قطعه شمع دائريه مكونه لايه؟ مكونه لقاع مقعر قاع المقعر ده بيكون شكل بالظبط قاع العين السداسيه اللي هو بقول للملكه ان ده عين سداسيه، طيب الجهه اللي هي مدهونه بالعسل بتبقى للداخل، طب ليه الجهه اللي مدهونه بالعسل بتبقى للداخل؟ عشان اول ما الملكه تبيض فيه البيضه تلزق تلتصق على في قاع العين السداسيه، احنا قلنا البيضه بتاعت الملكه اول يوم بتبقى عموديه، عموديه ملتصقه في العين السداسيه، تاني يوم بتاخد زاويه 45 درجه، تالت يوم بتبقى في الوضع السطحي او الافقي وبعد كده بتفقس. يبقى انا اول حاجه عملتها وهي ان انا جبت الحافظه البلاستيكيه وحطيت فيها او او ضغطت بيها على الجزء اللي هو مش مدهون بالعسل طلعت لي عين حته شمع قطعه شمع دائريه كونت لي القاع العين السداسيه. باخد الحافظه دي واحطها في حامل الحوافظ بحطها فين بحطها في حامل الحوافظ حامل الحوافظ ده بيسع 95 وتسعين حافظة بتتكرر العملية دي يبقي باملة حوالي 90 عين بالحوافز اللي أنا عملتها دي بجيب الملكة من الناحية التانية وأدخل الملكة في الجهاز واحط عليها الحاجز بتاع الملكات عشان ما تخرجش تاني. هي بتشوف ان العيون السداسيه، خلي بالك انا بجيب مش اي ملكه، بجيب ملكه سلتها قويه وبجيب ملكه قويه وحديثه. وبتكون لسه متلقحة حديث عشان تنتج لك عدد بيض كبير. اول ما بتيجي تدخل تلاقي العيون السداسيه دي او شكل العيون السداسيه بتبيض في العيون السداسيه بتيجي بعد كده انت بتفك الغطاء الخلفي لقفص جينتر بتقوم بتجهيز الخليه البادئه الخليه البادئه ديت هي عباره عن ايه عباره عن طائفة قوية بها عدد كبير من الشغالات صغيرة السن بعد ما بتستبعد الملكة بتاعتها وبتترك فراغ في منتصف لوضع حامل الكؤوس انت بقى الحافظه دي ما بقتش كده وخلاص الحافظه دي اول ما ت... أول ما نزعتها من حامل الحوافظ ركبت عليها الكاس اللي هو البلاستيكي اللي هو من مكونات جهاز جنتر وركبت عليها من تحت القاعده البلاستيكيه بقت اصبحت دلوقتي شكل البيت الملكي بالظبط مش ناقص الا بس ايه الا ان الشغلات إيه يتم عمل غطا من الخارج يبقى زي البيت الملكي بالظبط. بتيجي بعد كده بتاخد القاعده اللي هي اخر اللي هي تحت الحافظه بالظبط وبتلزقها في الاطار اللي هو بتاع الاطار الخشبي اللي هو هيتملي بالطريقه دي هيتملي حوافظ مش هقول بقى حوافظ بس ده أنا هيتملي حافظه كاس بلاستيك قاعده بلاستيكيه يبقى إذن بيتركب البيت الملكي من كده وبتلصق القاعده البلاستيكيه في السدابه بالبرواز وبعد كده بتقوم بوضع البرواز اللي فيه حوامل الكؤوس بالخليه البادئه، الخليه البادئه في منتصفها بالظبط اللي انت جهزتها اللي قلت لك تجهز خليه بادئه، الخليه البادئه اللي هي طلعت منها سحبت منها الملكه بتاعتها واصبحت ان هي خليه قويه ولكن فيها شغالات. بيقوم النحل بالعنايه بالبيوت الملكيه ديت وبعد كده بيغطي البيت البيوت الملكيه بعد ما بتغطي البيوت الملكيه بتقوم بنزع القاعده البلاستيكيه بتطلع البرواز انت وبتقوم بنزع القاعده البلاستيكيه وما عليها من كأس وحافظه ويعتبر ده بيت ملكي. وبيدخل في قفص التفريخ اهو شايف بيعمل ازاي هو بينزع الحوافز وبيحطها بيثبتها في الاطار بعد كده الاطار اهو بعد ما اتحط في الطائفه البادئه بقى بيوت ملكيه شوف انتاج البيوت الملكيه قد ايه ودي انا قلت بالطريقه دي بتصل نسبة النجاح لمية في المية شوف اتحط في الطائفة البادئة النحل قبله على طول النحل قبله ليه لان هو طال فيه دلوقتي البيض بتاع الملكة وشكل البيت الملكي بالظبط واساسا الطائفة ديت ما فيهاش ملكة فقالوا كويس ان في بيوت ملكات موجودة مش هيتعبنا اخرجت انا البرواز وبقى الشكل كده. بعد كده بتدخل عاوز اتعرض لطرق ادخال الملكات. اولا بيبقى فيه ادخال مباشر. يبقى فيه ادخال مباشر وادخال غير مباشر. الادخال المباشر هو ادخال بيت ملكي على وشك خروج العذراء. يبقى ده بتحطه على طول في البيت الملكي ده بتحطه على طول في الطائفة اللي هي محتاجة ملكة أو إدخال ملكة عذراء على نوية بدون ملكة ولكن بتقفص عليها بقفص نصف الكرة إدخال ملكة مباشرة على لوحة الطيران لوحة الطيران بتاعت الخلية بتدخل ملكة على طول بتحطها عليها الخلية دي بتبقى محتاجة ملكة اه بتدخن عليها كويس فبتدخل الملكه جوه الخليه وبتتعايش معاهم وبتفرز الماده وبتعرفهم ان هي الملكه بتاعتهم. ادخال ملكه مع طرد نحل. برضه لازم تامن دخول الملكه ده الادخال المباشر على طول. ادخال ملكه بالتدخين تفضل تمسك المدخن وتدخن جامد على الخليه وتروح حاطط الملكه. ادخال ملكه بدهان بطنها بالعسل. بتدهن بطنها بالعسل وبتدخلها جوه الخليه. فالنحل بينشغل في لعق العسل اللي موجود على جسمها فبيلتصق فيه الرائحه بتاعتها، يبقى بيعرف ان دي الملكه بتاعته. طيب يبقى ده الادخال المباشر، الادخال الغير مباشر بقى ايه؟ الادخال الغير مباشر ان انا بستعمل اقفاص بنتون ان انا بستعمل قفص نصف كره ان انا بستعمل قفص نصف القرص او الكورس الكامل. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه الادخال الغير مباشر. طيب العوامل بقى اللي بتاثر لي على قبول الشغالات للملكه. انت في ملكه دخلتها جوه الخليه. ممكن ممكن الشغالات يقبلها وممكن ما يقبلهاش. ايه العوامل بقى اللي يخلي الشغالات تقبل الملكه دي؟ اول حاجه موعد الادخال. انت ما بتدخلش الملكة في اي وقت ما بتدخلش الملكة في وقت عدم نشاط النحل انت بتدخل الملكة في يفضل اثناء موسم الفيض لان النحل بيبقى مشغول بجمع رحيق الازهار وحبوب اللقاح وعاوز شغلات وعاوز ملكة تبيض وتطلع له شغلات يبقى بيفضل الادخال اثناء موسم الفيض او تاني حاجة قوة الطائفة بتفضل الشغلات بتفضل الطائفة القوية بتكون الملكة تفضل الملكة اللي هتدخل لها تبقى بنفس مستوى الملكة القديمة يبقى لو هي طائفة قوية يبقى شيء طبيعي كان الملكة اللي عندها كانت قوية بس فقدت يبقى انت دخلت ملكة تاني النحل بيفضل انها تكون نفس بمستوى قوة الملكه القديمه بعد كده الغذاء لازم من وجود غذاء موجود في الطائفه او داخل الخليه لو ما كانش في غذاء لازم انت تغذي الظروف الجويه لازم تبقى مناسبه طبعا عمر الاقراص بالخليه كلما كانت الاقراص جديده ساعدت على ساعدت على قبول الملكه انا قلت لك الملكه بتحب ايه الملكه بتحب الاقراص الجديده فكلما كانت الأقراص جديدة ساعدت ده على دخول وعلى قبول الملكة. طيب، بعد كده عندي بقى العوامل اللي بتساعد على نجاح إدخال الملكات. في عوامل بتساعد على إدخال نجاح الملكات. ما أقدرش أدخل ملكة على نحل بيكون عنده ملكة. يبقى لازم يكون النحل يتيم. يتيم يعني ايه؟ يعني ما عندوش ملكه، انا قلت لك ان الملكه دي ام النحل، يبقى النحل يتيم يبقى ما عندوش ملكه. عدم وجود بيوت ملكات بالطائفه او امهات كاذبه. يفضل الادخال في موسم الفيض زي العوامل اللي بتاثر على قبول الشغلات برضو زي هي هي. في الطائفه اليتيمه لعده ايام بيوضع برواز لو في طائفه يتيمه ايام كثيرة بحط برواز يرقات حديثه قبل الافراج عن الملكه عشان اهدي النحل. بيفضل عدم فتح الخليه بعد الافراج عن الملكه الا بعد سبعه ايام عشان يستقر النحل ويتعود عليها. طيب في تلقيح بقى واختبار الملكات. في عندي نوعين من التلقيح. في نوع في تلقيح طبيعي وفي تلقيح صناعي اللي هو الالي. التلقيح الطبيعي ده بيحدث على ارتفاع من 20 ل 50 قدم من سطح الارض. طب ليه ما بيبقاش اقل من كده؟ عشان الشغاله او الشغالات بترتفع عن سطح الارض ساعه الطيران بتاعها عند حوالي 15 قدم. فلو كانت فانا لو نزلت الملكات او لو الملكات نزلت عشان تتلقى على هذا البعد ممكن الشغالات تموتها لأنها مش الملكه بتاعتها فالملكات وهي طالعه للتلقيح لازم تطلع فوق مستوى طيران الشغالات نفسهم وفوق مستوى ارتفاع الشغالات في عندي بعد كده التلقيح الصناعي اللي هو الآلي بيتم حقن السائل المنوي اللي بيجمع من ذكور مختاره بختار سلاله معينه من الذكور وباخد منها السائل المنوي وبحقنه في مهبل الملكات المخدره بثاني اكسيد الكربون بخدر الملكات بثاني اكسيد الكربون ويتم حقن السائل المنوي داخل الملكه. ولكن التلقيح الطبيعي شيء طبيعي بيبقى احسن من التلقيح الصناعي. يعني التلقيح الصناعي بيقل حوالي من عشرين ل 25% كفاءة الملكات اللي هي متلقحة تلقيح صناعي ولكن ليها برضو مميزات ليها مميزات ان انا ليها مميزات ان انا بختار ليها مميزات ان انا بختار السلالة اللي انا عاوزها وبيتم تلقيحها طب في حاجة مهمة بعد كده اسمها الملكات المتداولة بين النحالين اما ملكة مختبرة او ملكة غير مختبرة او ملكة نقية او ملكة هجين طيب تعليم وترقيم الملكات الغرض منه ايه الترقيم يعني ايه تعليم ويعني ايه ترقيم الملكات يعني الملكة بيتحط عليها شايف, شايف العلامة البيضة دي او العلامة الحمراء دي بيتحط على اول ما بتطلعها من المنحل بيتحط بيتحط على ظهرها نقطة بلون معين اللون ده بيختلف من سنة لسنة الالوان بالترتيب بتبقى الابيض الاصفر الاحمر الاخضر الازرق انت بقى حاول تحفظهم باي طريقه من الطرق اللون الابيض بياخد له من السنه اللي هي الاحاديه بقى من سنه واحد لسنه سته يعني سنه واحد يعني 2001 2011 2021 2031 يبقى الاحاد رقم السنه الاحاد بيبقى واحد و6 يعني 2006 2016 2026 يبقى دي لو لقيت ملكه معموله باللون الابيض يبقى اعرف ان دي سنه ايه سنه 2001 اللي هي دلوقتي او لو بعد كده أو 2021 اللي هي دلوقتي او لو احنا في سنه 31 يبقى 2031 طيب اللون الاصفر بعد كده رقم 2 ورقم 7 اللون الاحمر رقم ثلاثة ورقم ثمانية اللون الاخضر رقم اربعة ورقم تسعة اللون الازرق الاخير رقم خمسة ورقم صفر يبقى كده انت عرفت لو جات لك ملكة عليها لون احمر يبقى انت عارف ان ديت منتجة امتى مش قديمة يبقى ملكة حديثة لو احمر يبقى ايه يبقى ثلاثة وكام يبقى يبقى دي 3 و 8 أه وبكده نكون وفينا درس تربيه الملكات وترقيم الملكات وده درس مهم جدا هيفيدك في حياتك العمليه وهيفيدك في أه دراستك واي سؤال واي استفسار ابعت لنا على صفحه القناه واحنا هنجاوبك على طول أه نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم النجاح مش في ماده النحل بس نتمنى لكم التوفيق في كل المواد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته